وفي الإسماعيلية احتفل طلاب مدرسة النور للمكفوفين باليوم العالمي للكفيف بتنظيم معرض للأنشطة الفنية والتشكيلية التي يقوم بها الطلاب من حين لآخر، بالإضافة إلى تقديم عروض فنية وفلكلورية بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة للاحتفال بعيدهم الذي شهد تكريما للموهوبين من الطلاب والمعلمين بالمدرسة وسط أجواء من الفرحة والبهجة من الحاضرين. النهارده احنا بنحتفل مدرسه النور للمكفوفين بالاسماعيليه بيوم الكفيف العالمي، ده بنحتفل فيه خلال شهر ديسمبر من كل عام. تنويه بسيط كده، ده بيبقى عباره عن تتويج لجهود سنه من الانشطه التعليميه او باقي الانشطه، بحيث ان الكفيف يحس ان هو ليه قيمه في المجتمع والمجتمع حاسس بيه وبيوصل رسالته للمجتمع ان هو انسان نافع لنفسه ولمجتمعه. مدرسه النور عملت حفله عيد الكفيف لانها هي حفله لكل طالب بيفرح يوم الحفله ديت، وهم يعني مدرسه خدمونا بخدمه عام، واحنا برضك عايزين نشكر الناس اللي خدموا المدرسه ونشكرهم كلهم ان شاء الله. انا فرحان بالحفله ونشكرهم، وفي عروض اللي هم الكورال وفي عرض التربيه الرياضيه مقدمينهم في الحفله في المكتبه العامه. الحفله النهارده جميله، والحفله عجبتني الصراحه، لان احنا هنعرض النهارده الكورال وهنقول هنغني